أنا العربي الحاتمي أخو الندى، لنا في العلا المجد القديم المؤثل. سيحصد عبد الله ما كان حارثا، فطوبى لعبد كان لله يحرث. دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي. التأليف الدكتور سليم شبعانية. المخرجان المنفذان إبراهيم النجار وفؤاد علي. الشيخ الأكبر. الإخراج محمد غزاوي. أخي عبد الله بدر الحبشي، وأخي الشيخ ابن خالد الصدفي، يا مرحبا يا مرحبا بلقاء الأحبة. أخي يا شيخ ابن العربي في مكة، يا مرحبا يا مرحبا بالأخ الحبيب والصديق الوفي. أخي الشيخ ابن العربي، ما أنور وجهك، أحييت قلبي بلقائك يا زين الصوفية. كيف حالكما مع ربكما؟ إنما كان طوافي حول البيت يا أخي ينشئ في روحي رؤى وتجليات لا حصر لها، فأكيد أكيد أنت مثلي. يا شيخ بدر، إنما أنا تلميذك، فلقد رأيت من التجليات ما لا أستطيع وصفها، ولكن الذي أولجني ميدان الدهش أنه ظهر لي ابن هارون الرشيد، وأنت تعلم أنه قضى في سبتة من المغرب الأقصى. لكن لا بأس، إن أولياء الله تعالى لا يقيدهم مكان ولا زمان. وكيف ظهر لك يا شيخ محي الدين؟ أقصد الصفة التي ظهر فيها. ظهر لي متجسدا أثناء الطواف بالكعبة، وحدثني وحدثته. والآن أخبرني عن أحدث ما ألفت يا شيخ محي الدين. لقد ألفت هنا في مكة كتاباً في الحديث، هو مشكاة الأنوار فيما روي عن النبي من الأخبار. جمعت فيه 40 حديثاً قدسياً بسند الخاص بي من لدني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة. وكأنك تهم بالسفر من مكة إذ نراك تطوف طواف الوداع. إني مزمع على السفر إلى الطائف بغية زيارة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس. وهل زيارتك لحبر الأمة بإشارة من عالم الملكوت أم من ماذا؟ وما فعلته عن أمري. فهمت سيدي، ولكن هل تطيل عنده الزيارة؟ لعل طلبا لكما تريدانه. أجل يا شيخنا الكريم، إن لنا طلبا وهو مقدور لك، إذ رأينا لك في كل منزل تنزله إلهامات وتجليات، أن تقيد لنا في كتاب ما يفتح به عليك في هذه الزيارة لننتفع به. اسمع يا صاحبي أبا محمد عبد الله بن بدر بن عبد الله الحبشي، عتيق أبي الغنائم ابن أبي الفتوح الحرافي، وأنت يا صاحبي أبا عبد الله محمد بن خالد الصدفي التلمساني،
إني سأوفي لكما رغبتكما، فأقيد لكما أيام الزيارة لابن عباس في الطائف، ما تنتفعون به في طريق الآخرة. قد تكون لكما ولغيركما عوناً على طريق السعادة إن شاء الله تعالى. سيدي الشيخ، سيدي انهض، وحد الله تعالى. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سيدي، لعلك رأيت مناما قد أزعجك. يا زوجتي العزيزة، لقد رأيت أني أطوف بالبيت وشهبا تتساقط على الأرض بغزارة. رأيته أنا وجماعة الطائفين، وتعجب الناس من الناس، وما رأينا قط ليلة أكثر منها ذوات أذناب، وذلك الليل كله إلى أن أصبحنا، حتى كانت تزدحم تلك الكواكب وتداخل بعضها على بعض كما يتداخل شرر النار، تحول بين أبصارنا وبين رؤية الكواكب. فقلنا: ما هذا إلا لأمر عظيم. هل سنبقى كثيرا سيدي في منزل الميت في الطائف؟ لا يا ابنة عبدون، لا، سنرحل إلى مكة المشرفة. ولكنك لم تكمل تأليف كتابك حلية الأبدال الذي وعدت به صاحبيك الحبشي والصدفي. إنما كتبته ليلة الاثنين 12 من جماد الثانية من هذه السنة 99، وهو ليس كبيراً، إنما هو كراسة واحدة، يعني خلال ليلة واحدة قبل ليلة أمس عند السحر قد ختمته. هل تستعد صباح اليوم للسفر سيدي؟ أجل يا مريم، ولكن أخبريني، كيف صحة ابنتنا فاطمة؟ هي بخير إن شاء الله. هل سفرنا إلى مكة مؤكد؟ نعم، إلى مكة المكرمة، حرسها الله وزادها شرفا يا رب. لكنني تركت يا صاحبي اليمن في أسوأ حال. ماذا؟ وهل أصابها الطاعون؟ يا شيخ عبد الكريم بن حاتم بن وحشي، قل: ريح أصفر ظهر فيها، بل ريح غريبة ما عرفناها من قبل. تحمل هذه الرياح ترابا شبيها بالتوتيا، حتى
هذا التراب الأرض كالكثبان الهائجة وارتفع إلى مستوى الركب وأظلم الجو. ماذا تقول يا شيخ؟ نعم، أظلم في وسط النهار ظلاما مرعبا حتى صار الناس يمشون لحوائجهم حاملين سرج يستضيئون بها، ولقد حال تراكم الغمام بينهم وبين نور الشمس. يا للهول، والله يا شيخ إسماعيل بن أبي الصيف اليمني لتفزعني بما أسمع من أخبار مهولة. هل تعلم أنني سمعت شيخنا أبا عبد الله محي الدين بن عربي يتنبأ بحلول هذه الكوارث منذ أكثر من 3 أشهر، حتى أنه قال لنا وسيمتد هذا البلاء حتى يضرب الطائف وبقاعا من أرض الحجاز والشاطئ الغربي لبحر القلزم؟ إن كان شيخنا الطائي الحاتمي قد قال هذا فاعلم أنه حقيقة، بأنه ما تنبأ بشيء إلا حدث كمثل ما تنبأ. السلام عليكم أيها الإخوة الأكارم. انظر على أخينا الشيخ ناصر بن عبد الله بن عبد الرحمن سلام الله ورحمته وبركاته. وعليكم السلام يا شيخ ناصر. يا ابن أبي الصيف، هل سمعت بما يجري في اليمن؟ لقد كان الناس يسمعون في البحر في سبيل دويا عظيما لم يكن يسمع من قبل. بل هناك عجائب كثيرة يشيب لها الولدان. السلام عليكم إخواني تلامذة الشيخ محي الدين بن عربي. وعليكم السلام يا شيخ يونس القصار. تفضل اجلس واسمع من علامات قيام الساعة. هل علمتم ما حل من وباء بالطائف حتى ما بقي فيهم ساكن؟ هات أخبرنا يا أبا محمد القصار بما يجري. لقد حل الوباء في الطائف مستهل رجب ولا يزال يحصد في الناس. هل هو الطاعون كما هو في بعض مناطق اليمن؟ نعم، إنه الطاعون، حتى إذا أصاب المرء لما يتجاوز 5 أيام حتى يهلك. لهذا كان الناس قد ازدحموا في مكة وامتلأت البيوت بهم. وجزى الله خير الجزاء يا أهالي مكة، فقد أبقوا أبواب بيوتهم مفتحة ومتاعهم مباحة لمن آوى إليهم. السلام عليكم معاشر. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا شيخ ناصر. ما وراءك يا شيخ نصر بن أبي الفتوح بن عمر الحصري؟ فضيلة الشيخ محي الدين يدعوكم للقائه في منزله. في أجياد؟ نعم في أجياد، وهو بانتظار. تفضلوا للقائه. لعله يريد السفر فأحب أن يرانا قبل الرحيل. هيا بنا. هيا تفضل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا عندهم ثم يرحل، فلن يصحب الإنسان من بعد موته إلى قبره إلا الذي كان يفعل. الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي. قام بدور محي الدين بن العربي إياس أبو غزالة، وتحية من الدكتور سليم شبعانية، إبراهيم النجار، فؤاد علي، ومحمد غزاوي.